ايا كانت الظروف بقى. ايوه الناس عماله تتناحر بره ويتخانقوا بعض ويشدوا بعض، لكن النادي الاهلي في حته تانية، في لوائح طول عمرنا ماشيين عليها، في اسس، في روح النادي الاهلي، في مبادئ النادي الاهلي، هي دي اللي النادي الاهلي مميزاه عن كل الانديه. طبعا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل، لكن عمرها ما تطلع بره اوضه مجلس الاداره او بره اوضه مدير الكوره. يعني احنا كلنا لنا مواقف تعلمنا منها. يعني يحضرني موقف مثلا، مره رحت للكابتن حسن اقول له على حاجه شخصيه، قال واحنا اصحاب يعني لعبنا مع بعض واصحاب زميلته، قال لي اوعى تطلع من اوضه مدير الكوره، الكلام ده تقوله لمدير الكوره ما تقولوليش انا. فالمبادئ دي اتعلمناها من واحنا صغيرين، من واحنا بالرغم يا كابتن احمد ان يعني مع اختلاف العصور دلوقتي الموضوع ما بقاش بالسهوله ديت، عصر السوشيال ميديا زي ما انت عارف، وما بقاش بيبقى الموضوع صعب انه يتعرف بشكل او باخر، الامور اختلفت كتير جدا عن زمان، لكن دايما التحديات الجديده اللي حصلت ديت تحديات سوشيال ميديا وتحديات ظروف بنمر بيها، لكن زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي دايما في حته تانيه، حته تانيه، والقرار لما بيطلع بتوقيت معين، والكيان ما بيتاثرش بده